يعني كانت لك تصريحات قبل يومين قلت فيها إن النظام البائد استغل المنابر واستخدم الدين والمؤسسات الدينية في السياسة لتحقيق أغراض سياسية. هنا أنا أسألك سياسيا، معلوم أن من يحكم يضع بصمته، معلوم أن من يحكم في أي دولة في العالم بالمناسبة، يعني حتى في أوروبا والدول المتقدمة، دعنا نقول من يحكم معه أدواته، من هذه الأدوات الإعلام، الصحافة، المنابر الدينية، ربما حتى الكنيسة في الخارج ربما يكون لها دور. هل الآن لا تقوم المؤسسات الدينية بأي دور سياسي؟ ألا تخدم من يحكمون الآن برأيك؟ الدين الإسلامي ده في السياسة الشرعية بتاعته فيها باب كبير جدا اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. لا أحد يستطيع أن يكمم أفواه الناس لصالح نقل المجتمع من حالة الفساد وحالة الانحلال إلى حالة الصلاح والتمنهج بالمنهج الصحيح. هذا مكانه المنابر. حتى السياسة تدخل في المنابر من أجل الإصلاح، من أجل المصلحة الشرعية التي تقود الناس للطريق الصحيح. لكن من يتمنهج بمنهج سياسي محدد ويسوق الناس لصالح مشروعه الفكري أو السياسي في المنابر، يستقل المنبر لصالح تنظيم سياسي أو لصالح مشروع سياسي محدد، هذا ممنوع على الإطلاق في المنابر. أفتكر أن السياسة الشرعية لا يستطيع الخطيب أن يكون في معزل، حتى لو هو متمنهي بأي منهج أو عنده فكرة منتمي لها أو أي تنظيم سياسي، عندما يصعد على المنبر وأمامه كل التنظيمات السياسية، كل الجماعات الإسلامية والفرق والطوائف، كلها الآن هي أمامه، يريدون أن يستمعوا إلى خطبة تغذي أرواحهم لتوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتعينهم في حياتهم، وتعينهم في إدارة شؤون دنياهم. لكن المقصود من هذا التصريح، وأصرح يعني من جديد الآن عبر قناتكم هذه، أن من أراد أن يكون له مشروع وينتهي بمشروع سياسي محدد، مكان السياسة المحددة والدعوة إلى مشروعه المنابر السياسية المعروفة. ومن أراد أن ينصح الحكومة وأن يناصحها ويناصح المجتمع، أكيد هذا مكانه المنابر ومحل الندوات الأخرى.